مساء الخير والفل والسعادة وكل الحاجات الحلوة على كل هو وهن بيشوفونا دلوقتي يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات هو وهن على شاشة قناة المحور. النهاردة حلقة كلها كده طاقة وألوان، حاجات كلها حلوة، لكن خلوني في البداية أرحب بدمزي. يا دمزي، ازيك يا نرمى؟ ألوان وحركات أنا قلت بقى نمشي مع الديكور والطاقة الإيجابية اللي احنا على طول فيها. برحب طبعا بكل اللي بيشوفونا على شاشة قناة المحور وحلقة جديدة وهنتكلم فيها عن الطاقة. الطاقة يمكن احنا مفهومها كبير جدا. احنا بنستمد طبعا طاقتنا من الناس اللي حوالينا، من البيئة اللي حوالينا، من الألوان اللي حوالينا. ممكن انا اشوف حد متضايق وحد لابس الوان غامقه فاحس ان انا ايه ده، في حاجه مضايقاني. اقعد في مكان كله الوان غامقه والنور بتاعه قليل، حاسس ان انا متضايقه، في حاجه كده بتتغير، بيجي لي طاقه سلبيه. انا بؤمن جدا بطاقه اللبس اللي انا لابساه، الالوان أيوة. بتاعه اللبس والطاقه معديه على فكره. آه طبعاً. زي ما انت تقولي انا ممكن يبقى حد طاقته اصلا سلبيه وانا ابقى عادي، بس الطاقه السلبيه دي تجيلي من كتر ما هو مكتئب ومخنوق، فانا غصب عني تلاقيني فجاه اكتئبت. والعكس صحيح، لو حد مبهج وفرحان وسعيد طبعا بينقلك بقى الشعور. ده حلو جدا، فدي حاجه لطيفه. والالوان انا النهارده بصراحه، لا انت عامله النهارده مودي كويس. انا على فكره انا لو مودي الدنيا بقى، بس والله قلت يعني ادي كده حاجه كده يعني لون مع الاسود. لا هو معروفه، الواحد يقولك دايما لو مودك كويس هتلاقي نفسك بتلبسي الالوان الحلوه. أيوه. الفاتحه. مودك وحش بتلبسي اي حاجه بقى مش مهتمه بنفسك. ولو مودك وحش بتبقي شايفه نفسك وحشه، حتى لو انت لابسه حلو وشكلك حلو وشعرك حلو، بس لو المود وحش او طاقتي وحشه ببص نفسي في المرايه، مع ان هو مثلا بحط الميك اب هو بتاع كل يوم، بلبس اللبس بتاعي، بس بلاقي نفسي وحشه، فهي الطاقه بتختلف. عشان كده احنا النهارده هيكون معنا فقرات لطيفه جدا عن الطاقه. الفقره الاولى هتكون مع دكتور سهى عيد، خبيره علم طاقه المكان. هنتكلم بقى عن المكان وعن الموروثات بتاعه زمان، زي ما بنقول كده البيوت اعدام مثلا، اقدام عفوا اقدام. مثلا تدخلي بيت تلاقي قلبك اتقبض، بيت تاني وبيت مثلا يبقى صغير ومحندق بس طاقته حلوه ولطيفه. والناس تنقل من بيت لبيت بيجي لها الاحساس ده صح. وزي ما هي البيوت، زي ما الرجاله اقدام والستات كمان اقدام، هي البيوت كمان اقدام. ففي الفقره دي ان شاء الله هنتكلم عن طاقه المكان، عن الموروثات بتاعه زمان. زمان برضو كان يقول لك ايه، اصل الشبشب لو مقلوب على وشه يدينا مش عارفه ايه في البيت، المقص لو عملناه كده تحصل مشاكل. كل ده ان شاء الله هنتكلم عليه في فقرتنا الاولى. اما فقرتنا الثانيه مع دكتور ريهام عمران، امين عام نقابه الفنانين التشكيليين، هنتكلم بقى، او ديما اللي هتتكلم هتكون ان شاء الله في الفقره مع ديما. هنتكلم عن طاقه الالوان، وهل الالوان دي، اعتقد الالوان دي اكيد بتفرق جدا. يعني احنا الاستوديو عندنا، بص والله ابص استاذ حسام جاب لنا مبهج قوي مبهج قوي قوي قوي، يعني الوان الوان الوان. فحتى الحمد لله كل الضيوف اللي بيجوا هنا يقول لك طاقه الاستوديو عندكم حلوه يعني. فدي برضو فقرات ان شاء الله هنكون بنتكلم فيها عن الطاقه. طبعا اخر حاجه معروفه نتكلم عن طاقه الاكل، اكيد اي اكل بناكله دي ما فيهاش بقى اي طاقه. لكن اخيرا في اخر حاجه في الفقرات بتاعتنا في البرنامج، فقره المطبخ، هتكون منورانا الفاشن بلوجر سلمى سمير، وهنشوف بقى هي عامله لنا الوان فيها اكل وحركات ولا هتكون عامله لنا ايه. طلعينا بقى فاصل، يلا نطلع فاصل بقى. خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع عشان نبتدي اولى فقراتنا في هو هنا. زمان قالوا ايه بقى؟ قالوا البيوت اعتاب واقدام، زي كده الرجاله والستات بالظبط. ممكن بيت يبقى صغير ومحندق لطيف جدا، يبقى وش السعد على الناس اللي فيه. على العكس ممكن يبقى بيت كبير وفيلا وجنينه وجميل جدا، بس هو زي ما بنقول قدمه مش قدم سعد على الواحد. يعني هي كانت قبل كده، قبل ما تظهر بقى طاقه المكان من زمان خالص، كان بيتفائلوا او بيتشائموا يديمه بطاقه المكان. فطاقه المكان لا، هو دلوقتي بقى علم، وعلم مهم جدا. الحين اصلا بؤمن بموضوع الطاقه ده جدا. طاقه المكان، طاقه الالوان اللي حوالينا، كل حاجه. ايه طاقه المكان دي بقى؟ هنعرف وهنتكلم عليها واكتر، وازاي اختار كمان ديكورات بيتي والالوان اللي حواليا، هنتكلم فيه اكتر مع دكتور سهى عيد، خبير طاقه المكان. دكتور سهى برحب بيكي معانا. يا اهلا بيكي. ايه الاخبار؟ أهلاً. يا دكتور منورانا. ايه رايك في طاقه المكان عندنا؟ بصي طاقه المكان جميله ايجابيه، بس عايزه اعرف الناس كمان ان الطاقه حاجه كبيره قوي، يعني في طاقه نوويه، طاقه مجال كهربائي، فاحنا تخصص فانشوي. فانشوي انا حبيت اخترع اسم طاقه المكان لاني ما كنتش لاقيه له اسم مسمى غير الصيني، فهو خبير الفانشوي
الاسم المتعارف عليه عالمي، فاحنا سميناه طاقة المكان عشان بس ايه نسهل الموضوع، عشان الدنيا على الناس متخصص فقط بالمنازل واعتابها وشها الحلو على الناس وشها اللي مش لطيف. اوكي طيب، خلينا كده زي ما انا بقول، احنا كنا زمان ما كانش في حاجه اسمها علم الطاقه او طاقه المكان، ما حدش كان بيعرفه، لكن كنا زمان زي ما انا قلت في الانترو كان في بيت يبقى وشه حلو قوي على الواحد، وفي بيت يعني يمكن انا وديما كنا قبل ما نبدا الفقره بنتكلم انه في بيوت لا بالواحد بيقعد بالسنين على بال ما بيكتشف. انا مره قعدت في بيت 6 شهور رحت واخده بعضي، وبيت كان حلو جدا وكان جنب امي، فكنت بس رحت واخده بعضي وماشيه. الناس تبتدي ممكن علامات اوليه تعرف منين ان لا المكان ده طاقته مش هي دي الطاقه المناسبه ليه؟ العلم الفانشوي او طاقه المكان هو علم عالمي في كل اوروبا وامريكا ودول كتير جدا بتهتم بيه هندسيا وانشائيا ومعماريا في المكان. هو مسارات الطاقه الغير مرئيه في المكان التي تؤثر على الانسان الذي يقطن هذا المكان. فبالتالي احنا بناخد البيت كده من غير اي اسس علمية موجودة، واحنا وحظنا بختك يا ابو بخيت. يعني ممكن تلاقي المكان صغير جدا جدا وتلاقي وشه حلو قوي والخير فيه كتير ومطبعة فلوس لاصحابها، يروحوا واخدين بقى الخير اللي جه من البيت الصغير ده وخدوا بيت كبير جدا جدا بجنينة والكلام ده كله، ويجي الدنيا تروح وقع معاهم. اول حاجة بيقولوا اتحسدت، هو ما اتحسدش، هو طاقة المكان ما كانتش كويسة بالمعنى المدروس. طب ازاي اروح مكان ابقى عارفة المكان ده طاقته حلوة ولا وحشة؟ يعني اول حاجة في يعني احنا عندنا المخطط الهندسي لازم نطلع عليه اولا قبل التشطيب، يعني البيت نكون لسه واخدينه معانا المخطط قبل ما نعمل الديكورات وقبل ما نعمل تشطيبات وقبل اي حاجة لازم نبص على المخطط. نبص على ايه بقى؟ نبص يا ترى موقع السرير فين؟ هل انت نايمه وراكي حمام ومواسير ميه؟ ده غلط. هل في ابواب متقابله؟ يعني ساعات كتير قوي بنلاقي في بعض البيوت ان التصميم بيكون ان باب الحمام قصاد باب المطبخ، ده غلط. او باب الحمام قصاد باب اوضه النوم، ده غلط. لازم يبقى باب كده وباب كده، لكن ما يكونش مباشره قدام بعض. ده بيعمل تسريع في الطاقه، بتبقى يعني سريعه وعندها رعونة. فبالتالي ما بنقدرش نسيطر على المكان وتلاقي المكان كله طاقة سلبية. تاني حاجة يكون جاي التهوية، يعني كتير قوي من البيوت ما بناخدش حسبة ان البيت ده بحري. طب بحري ازاي؟ ما انا لازم ادور على مكان في البحري اعمل فيه شباك. في بيوت كتير قوي بتاخديها هي ممكن تكون بحرية ولكن للأسف ما فيش شباك في الجهة البحرية وهي الشمال انه فتح شباك، وده غلط. بنهتم انه يكون دخله الشمس، تخشه الشمس، يبقى جيد التهوية. بنهتم كمان في مواقع الحمام والمطابخ وغرف النوم في المكان نفسه انشائيا. يعني انا بالنسبة لي دايما بحب الحمامات تكون في الجهات الغربية عملا بالمبدأ القديم اللي يجيلك من الغرب ما يسرش القلب. فطبعا ليه بقى؟ لان في علوم الحضارات القديمة سواء في الحضارة الصينية او الفرعونية والهندية كمان عندهم الفانشوي باسم فاستو، كان دايما المقابر تبنى في الغرب تمام وليس في الشرق. الشرق للصحة والنشاط والطاقة الإيجابية والحيوية، فأنت تعيشي في الشرق والدفن يكون في الغرب. فبالتالي جهة الغرب دي من أماكن المفضلة ليا جدا لما أجي أصمم البيت، يبقى الحمامات في الجهة الغربية. طيب إحنا صممنا البيت أو البيت خلاص خدناه في التصميم الصحيح للطاقة اللطيفة، بعد ما بناخده بقى في أنا بشوف مهازل جوه البيت الحقيقة، بشوف مهازل الديكورات بقى والديكوريشن والحاجات دي، ابني بيت ازاي؟ يعني افرش بيت ازاي يبقى طاقته فعلا حلوه وزي ما بنقول يعني هو طبعا الرزق ده بتاع ربنا يكون عتبته حلوه بس يبقى عتبته حلو وشه حلو عليا. ايوه يبقى وش السعد زي ما ده علم الفانشوي، ازاي ان البيت يكون وشه حلو عليكي ويكون بيت مرزق وخير وكتير وكل حاجه تمام. تمام. اول حاجه عشان ابص لازم اشوف الديكورات، يعني لو احنا خلاص عملنا الديكورات، قاعده الاولى ان انا ما اجريش ورا الموضه تمام. انا بشوف اللايف ستايل بتاعي ايه، هل انا من النوع اللي بيحب يقعد في الاوضه اكتر
ولا بيحب يقعد في الليفينج روم اكتر. الالوان المناسبه المريحه ليا اللي بحس بنشاط وطاقه ايجابيه فيها اوظفها في بيتي. يعني ممكن لون يا دكتور، معلش انا اسفه بدون قطع كلام حضرتك، فضل. يعني ممكن انا مثلا بحب البيربل او الـ او الـ او الهوت بينك، ينفع اعمله في يعني؟ لا تتعاملي، يعني مثلا ممكن يبقى حاجات بينك هتديكي راحه نفسيه اكتر. ان انت تعملي مثلا كرسيين بينك او تعملي حاجه فيها بينك او حيطه واحده بينك في المكان اللي تحبي تقعدي فيه. او الاكسسوارز مثلا، الاكسسوارز الخدديات الكلام ده كله. اهم حاجه تاني، يعني انا دلوقتي معجبه بالترابيزه المدوره اللي عندكم والسجاده المدوره بصراحه، يعني طاقتها حلوه. طبعا بجد. طبعا لما يكون احنا بنيجي نبتدي نختار الفرش، دوري دايما على الحاجات الغير مستقيمه، يعني دوري على الحاجات البيضاويه او المدوره او السجاجيد الدائري. انا هروح انسى في البيت عندي، انا كل ده غلط عندي، انا عامله سجاده مربعه كل ده غلط. خلي بالك الشكل المربع والمستطيل والحوائط الموجوده والعمدان وكل الحاجات دي كلها بتبقى فيها زوايا مستقيمه حاده. تمام، زوايا مستقيمه للحيط، زوايا مستقيمه للكورنرز، زوايا زوايا زوايا، دي بتعمل ايه؟ حده في الطباع ما بين افراد الاسره. صح. عشان اكسر الحده في الطباع دي وما بقاش عندي حته في الطباع، ابتدي اطعم البيت بالاشكال الدائريه عشان يكون في دائريه للحوار ما بين افراد الاسره. تكون في سجاده في القعده، ليه لا دائريه؟ لما الاقي عندي ابواب متقابله احط سجاده مدوره. ترابيزه السفره ليه ما يكونش عندي ترابيزه بيضاويه؟ ما عنديش ترابيزه بيضاويه وعندي مستطيل، احط رانر على البوز. يا ترى البوز بتاع زاويه الترابيزه جايه على اوضه القعده وانا قاعده طول الوقت؟ لا، يبقى احط رانر على البوز، اخفي البوز. لو عندي زوايا حاده في الحوائط، ابتدي اجيب اخشاب بيسموها في التشطيب ظهر حيه، يعني خشب مبروم عشان اكسر السوك الكتير الموجهه. ليه؟ لان دي تشارج تشي او خطوط مستقيمه طول الوقت بتضرب فيا انا وافراد الاسره في البيت، فانا عايزه الدنيا تبقى سموث، دائريه، دورانات، كيرفات، ارشاط. الارشاط كمان جميله جدا في المعمار، بتدي طاقه جميله جدا، ان هي بتعمل نوع من تدفق متوازن للطاقه الغير مرئيه في المكان، تخلي البيت مريح. بدل ما يكون عندي مربعات وخطوط مستقيمة معظم الوقت، أبتدي أعمل دورانات، أعمل أرشاط، أعمل جلسات وقعدات حميمية حلوة، ما يكونش عندي دايما الشغل المستقيم اللي بيعمل حده في الطباع. طب والالوان بقى؟ الالوان دي قصه بقى كبيره قوي. يعني انا عايزه المودرن مثلا، الناس دي يمكن دلوقتي بتتجه للابيض، الجراي، الاسود كمان. طب انا عايزه اقول لك، فاكره اجدادنا زمان كانوا بيقولوا ايه؟ انا عايزه نرجع للقديم في اختيار كل شيء. تمام، بلاش المودرن، بلاش الناس اللي عامله لي مطبخ اسود، بلاش اوض النوم السوداء، بلاش كميه المرايات اللي بنحطها عشوائي في البيت. عايزين نرجع لايام جدي وجدتك زمان. تمام، اللي هي السراير العاليه، رجول السراير العاليه. تمام، ليه؟ جدتي زمان كانت بتقول ان لازم السرير يبقى عالي، تمام، عشان الست تخلف. تمام، بيقول لك ايه؟ السرير اللي يخبي تحت منه عيل الزوجه تجيب عيل. شوفي قد ايه كان حكم بيقولوها زمان. وفعلا ليه بقى؟ علشان احنا بنبعد عن المجال الكهروماجنتيك الارضي، فما ينفعش السرير يبقى طب على الارض. لازم يبقى فيه فراغ ما بين السرير وما بينك. تمام، احنا بنحط المرتبه ما بتنفعش تبقى طب على الارض. ليه؟ لان انا عندي مواسير كهرباء مفروض عشان اقدر انور النور وانور النجفه واللمبه. بس احنا للاسف كده. يا دكتور دلوقتي كل الحاجات، لا ما انا بقى احط بصمتي بقى. يعني انا اختي عروسه لسه متجوزه، كل الحاجات اللي حضرتك قلتي ما تتعملش. احنا بنعلم كل الناس دلوقتي، لا حطي بصمتك وما ترضيش. قولي للنجار اللي عاملك السرير او المكان اللي تشتري منه السرير، قولي انا عايزه رجول 10 سنتي على الاقل. رجول زي بتاعت زمان، يبقى عندي مسارات متحركه حواليا تنظف وتعمل طاقة إيجابية. ليه؟ أنا مش عايزاكي طول الوقت متكهربة، مشحونة، متعفرطة. ليه؟ لأن أنت بتلقطي من الكهرباء اللي على الأرض، بتلقطي من المواد البناء المشعة. أنا عايزة زي زمان السرير العالي المرتفع. فاكرة زمان جدتك وجدتي كانت السرير عبارة عن إيه؟
أركان مربعة وعليها ستاير ومقفولة من فوق بستارة الناموسية. والبارات الايه النحاس. ليه النحاس؟ عشان النحاس مش زي المغناطيس، عازل للكهرباء والمواد اللي حواليكي. فانت بالتالي انت عندك نحاس يبعد عنك الطاقات السلبية. وغير كده كمان جدتي وجدتك كانوا بيعملوا ايه؟ يعملوا السرير اكنه علبة كده جوه الأوضة الكبيرة. لأن المساحات كانت عالية، الأسقف عالية، الأسقف كانت عالية زمان، تمام؟ فعلا. فبيعملوا نوع من الأوضة جوه أوضة تحسي فيها بالإطمئنان، بالحميمية، بالراحة النفسية. فإحنا دلوقتي الموجودات في الأوض كتير غلط، فإحنا عايزين نعرف الناس لا تقبلي أبدا أنك أنت تنامي على سرير لازق في الأرض. والأسوأ من كده بيبقى سحار ويحطوا فيه بقى ايه العدة حدث ولا حرج بقى ومش عارفة إيه وجهاز البنت وبتاع وحاجات كتير طبعاً. طيب. في غلطات كمان كبيرة جدا، خلي بالك اكتر من كده، الغلطات الفادحة الاكتر من كده، ان احنا دايما بنلاقي المرايات قدام السراير. زمان كان جدتي وجدتك بيعملوا ايه؟ تفتحي الدولاب، الدرفة الدولاب، تلاقي المراية جوه الدولاب، تقفلي خلاص انت عندك خشب جميل محفور. عاملين قيمة، النجار كان شاطر زمان، كان بيعمل لك قيمة شكلها شيك قوي على الدولاب بدل ما يلزق لك مراية. فاحنا بنستسهل، لا عايزين نرجع للقديم، مش اي حاجة ناخدها. الالوان تكون هادية راقية لطيفة. احنا ربنا خلقنا من ايه؟ من طين، كالفخار الصلصال. يبقى أوضة نومك تكون اللون اللحمي الفخاري، هتكون جميلة جدا السادة، هتخليكي تحسي ان انت نايمة جوه نفسك، فهتنامي بعمق. ودايما يقول لك ايه؟ نام مرتاح يأتيك النجاح، وتجذب الصحة كمان. الناس اللي بتنام بعمق دي اكتر ناس صحية، اكتر ناس عندها طاقة ايجابية على فكرة. طيب خلينا نتكلم عن الموروثات الشعبية، يعني زي ما حضرتك ذكرتيها كده، في حاجات كده زمان كنا يعني كنت قاعدة مع مامي مثلا، الشبشب مقلوب على عادي يعني. يقولك قومي ده معرفش يجيب ايه الفقر في البيت، المقص مثلا. كنا زمان واحنا صغيرين كده جدتي تقولي ده يجيب الخناق والنكد والهم في البيت. حضرتك الكلام ده صح؟ الكلام ده مظبوط 100% عملا بمسار الطاقة الغير مرئية. يعني ايه؟ يعني كتير قوي كنا زمان يقولك ايه الشبشب المقلوب والكلام ده كله هو احساس نفسي ان الطاقة السلبية، بمشي بالجزمة في او الشبشب في الطريق المش نظيف، فالحتة المش نظيفة هي المواجهة ليا في القعدة. لا، فبعدل الاشياء عشان احس براحة. قديما كان يقولك ما تفتحش المقص، ده كلام صحيح. ليه؟ وخصوصا انك انت بتلعبي بيه عمال على بطال، مش بتشتغلي بيه، فبالتالي انت بتقطعي مجال الغير مرئي باستمرار بتشرشريه، فبتأثري على الهالة بتاعتك او هالة اصحابك او الناس المحيطة. ليه؟ احنا في حاجات كتير في بيوتنا مش بنشوفها، ولكن نشعر ان المكان مريح او المكان طاقته سلبية. هذا الشعور اللي احنا بنحسه بس ما نعرفش ليه، ده ينتقل من الموجودات المحيطة، سواء كراكيب، لو عندنا كراكيب كتير غير منظمة هتحسي بعدم راحة وعدم استقرار. صح. وانك انت ما عندكيش طاقة تعملي حاجة او تشتغلي. لا، نبتدي نرتب حاجتنا ونرتب بيتنا علشان الطاقة الحيوية تقدر تتغلغل في المكان وتحقق لك اللي انت عايزاه في الحياة، نجاح، صحة، ازدهار. كل الموجودات اللي حواليك تؤثر فيكي نفسيا. فبالتالي انا بدعو الناس ان الكراكيب دي لازم تترتب وتبقى في مكان مترتب نظيف، وما ناخدش حاجات ازيد من حاجتنا. بمعنى انت لو عندك كوباية مية مليانة كراكيب، تفتكري ربنا هيبعت لك فلوس تملي الكوباية دي تاني؟ لا طبعا، لازم تشيلي منها عشان تاخدي. عشان كده بقولك طلعي تاخدي. كل ما تطلعي يجيلك، فلو كركبتي حياتك مش هيجيلك فلوس أكيد. فالبيت هيبقى فقير. فالبيت المكركب هو بيت فقير في المال. الحاجة التالتة كمان مهمة جدا اللي بعرف منها البيت فقير من ايه، ان عندنا جهة الجنوب الشرقي وهي جهة القبلة في مصر، تمام، ان يكون فيها حمام، لأن جهة الساوث إيست أريا أو الجنوب الشرقي في المنزل هي جهة
جغرافية متوازنة، بمعنى انها تجمع ما بين الشرق وتجمع ما بين الشمس، ففيها توازن طاقي جميل جدا يدي فلوس وخير وبركة في المكان، ان الناس ما تحطش فيه الحمام، يكون غرفة نوم، غرفة طعام، مطبخ، غرفة قاعدة، ولكن ما نفضلش ابدا يكون حمام في المكان. اشمعنا اختاروا الناس بتوع الفانشوي جهة الجنوب الشرقي ان هي الجهة المرزقة اللي هي جهة الفلوس والمال في البيت؟ ليه اختاروها؟ لو انت عندك ارض حديقة هتلاقي الزرع ينمو جامد قوي قوي ويطلع خير وثمار في جهة الجنوب الشرقي، ويطلع كمان زرع صحي في جهة الشرق، تمام؟ لكن جهة الغرب والشمال الغربي في الحديقة هتلاقي جهة الزرعة فيها مصفرة أو ما بتطلعش قوي أو بتحتاج تقاوي أو بتحتاج رش ومبيدات حشرية، فهي منظومة جغرافية إن جهة الجنوب الشرقي هي جهة المال والثراء. يعني عن الزرع، وجود الزرع بقى في البيت، زرع طبيعي ولا صناعي؟ بصي هقولك حاجة، ساعات كتير قوي الناس بتستعين بالزرع الصناعي لان شكله ديكوري حلو، فليه لأ؟ وبيكمل دي بيقعد وبيقعد، تمام؟ وفي ناس تحب الطبيعي، فعادي جدا طبيعي افضل طبعا، ان انت بتلاقي عندك زرعة روح موجودة طبيعية بتستمي بيها جميل. ما عنديش زرع طبيعي او الزرع بيموت مني، عادي جدا استعمل قطعة ديكور وهي الزرع الصناعي الاخضر الجميل بيدي بهجة. تنقلي نفس الطاقة؟ لا، هو طاقة الزرع الطبيعي افضل اكيد. لكن احذر من الصبار، ممنوع منعا باتا زراعة الصبار والنبات الشوكي في المنزل، لانه يجذب اليك طاقة الخراب، طاقة سلبية في المكان. الزرع ده الصبار بينمو لوحده في الأماكن الخربة المهجورة، الصحراء دايما بيقولوا، الصحراء يعني. أو الخرابة، أو بينمو في المقابر، فيجيب خراب. فإحنا يا جماعة فإحنا ننصح يعني أي حد ما يزرعش صبار أبدا ولا يقتنيه. واحد مش عارف يترقي في شغله يبص على مكتبه لو لقى صبار يرمي. دي نتيجة إن هو إنك مش عارف تترقى. انت نورتينا وشرفتينا وضفتي كده بهجه للمكان عندنا بجد والله. لا اكيد اكيد في لقاءات كتير، لان احنا طبعا عايزين نعلم برضو. خلي بالك المجتمع العربي، يعني انا سافرت المغرب، تونس، الجزائر، درست ناس كتير قوي هناك، بدرس الشركات العقاريه، مهندسين الشركات العقاريه في الدول العربيه، ازاي نطلع بتصميم صح يخدم الناس السكان والكومباوندز، تمام؟ ازاي يعطي بهجه، يعطي راحه نفسيه. فانت طبعا اهم حاجه عندك هو بيتك، صح؟ بيتك ده اللي تشوفي عليه الخير او تشوفي عليه الشر. علشان كده بنقول ايه، بيت وشه حلو وبيت وشه وحش. توظيف المرايات دي، عايزه اقول لك في ناس كتير قوي كانت بتتكلم على موضوع الحسد، تمام؟ في البيت الحسد دايما بيجي من ايه؟ من الحاجة الهشة تتكسر، صح؟ يعني حد عينه وحشة هتلاقي ايه؟ الازاز اتكسر، يا اما الكوباية اتكسرت، يا اما الحاجات الهشة اللي من ازاز تتكسر. فعشان نقضي على الحسد ده تماما، رشي الملح البحري في الاركان المنزل، ده مهم قوي. لا ده تعمل لها حلقة. المرايات خلي بالك كده يا نرمو. أيوة هقول لك نرمو. أيوة نرمو يا جماعة، علشان هي الدكتورة قالت لي نون واخر يعني المرايات نون مهمة. لو عندك زوار وعندك ضيوف كتير بتيجي، امسحي جميع المرايات اللي موجودة في البيت مسح تنظيف كويس، وبخريها حتى لو حطيتي السموك بتاع الشمع قدامها. المهم الدخان يزيل أي طاقات سلبية عالقة، لأن المراية فيها ذاكرة تتذكر الأشياء وفيها ارتداد عكسي ترده عليك. دكتور سواني عندنا كلام كتير وحقيقة مستمتعين قوي بالقعدة دي وبالكلام حضرتك، بس للأسف وقت فقرتنا خلص. بشكرك على وجودك معنا النهاردة. أشكرك يا قلبي، مرسي جدا. وكده تكون خلصت فقرتها. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو وهن.
مع الضغوط كتيرة اللي احنا بنتعرض ليها يمكن الفترة دي، كلنا مضغوطين، كلنا يمكن بنجري ورا كل حاجة كده في حياتنا، بنحتاج دايما ان احنا نشحن طاقتنا. في ناس ممكن تاكل اكلة حلوة تشحن بيها طاقتها، في ناس ممكن تعمل تمرين، تخرج خروجة حلوة، تسافر سفرية حلوة، حاجة من الحاجات البسيطة جدا اللي انا ممكن اجدد بيها طاقتي او ادي نفسي بيها كده طاقة ايجابية هي الالوان وعلاقة الالوان بالطاقة، سواء الالوان اللي حوالينا او الالوان اللي انا بلبسها. موضوع مهم جدا يمكن مش كل الناس عارفاه، وده اللي هنتكلم فيه اكتر مع ضيفتي النهاردة دكتور ريهام عمران، امين عام نقابة الفنانين التشكيليين. دكتور ريهام برحب بيكي معنا. اهلا بحضرتك، منورانا. وايه الالوان الحلوه دي؟ انا اللي سعيده جدا اديتوني طاقه ايجابيه باستوديو المكان وحضرتك، يعني الالوان كلها طاقه ايجابيه النهارده الحمد لله. عايزاكي برضو في الاول تعرفينا ايه علاقه الالوان بالطاقه. هي الالوان اصلا احنا بناخدها من الطبيعه. الطاقه دي انا اقدر اعمل ايه، بتديني جهد او بتديني احساس نفسي سواء ايجابي او سلبي. اوكي، فانا لازم وعامله الطاقه دي والالوان، طاقه الالوان عامله زي طاقه الاكل. انا لما باكل الاكل الفلاني ده حضرتك قلتي ممكن اخد طاقه من اكله حلوه، التنوع في الاكل ومصادره، حتى بنلاحظ الالوان يقول لك كل حاجات فيها الوان كتيره، السلطه بالذات الوان، بنقول الوان والوان كتيره. الاستوديو بقى من ساعه ما دخلتي قولي لنا رايك. انا حاسه بطاقه حب ومرح، يعني انتوا عايزين تقولوا للضيف انت هتيجي هتصغر 10 سنين. يعني انا اول ما شفت الديكور الحقيقه حاسه ان انا راجعه شويه لايام زمان والوان الطفوله بتاعتي والمرح، فده احساس بالرومانسيه مبهج وبيديني احساس ان انتم مرحبين بي. يمكن حاطين درجات معينه تديني احساس اتكلمي بثقه وبراحه، اللي هو الازرق مثلا ودرجه الكرسي اللي حضرتك قاعده عليه، اتكلمي فيه راحه، نوع من انواع الراحه في الكلام، يعني ما تكلفش لا في قعده ولا في كلام ولا في اي حاجه. ففعلا ادتوني طاقه ان الحلقه دي تطلع بشكل سلس ومرح، ويعني اتمنى انها تطلع إيجابية كده ان شاء الله. كلها. ايوه طاقه ايجابيه لطيفه يعني الحقيقه. يمكن حتى حضرتك لابسه لون مشع للبهجه. اه انا لابسه فوشيا النهارده برضو، انا قلت ايه ان نمشي مع الاستوديو بقى كلنا كده مع الاستوديو. لا طب خليني اسالك مثلا ايه الالوان اللي ممكن تجيب لنا او تحسسنا بطاقه سلبيه؟ بصي، هو اللون علشان يدي طاقة مرتبط بثقافة، بمكان، بوقت، بحالة نفسية، بهل هو داخل مع ألوان تانية ولا لا؟ أكتر يعني مرتبط بثقافة، ما هو مرتبط بثقافة طبعا، يعني في لون في ثقافات معينة مجرد ما بشوفها بفتكر بلد معين. أوكي، زي السواحل مثلا أحيانا نلاقي الدنيا مدهونة أبيض فأزرق، فعلى طول أفتكر كلها حاجات الفواتح دي، حاجات ساحلية. ممكن في دول معينة بيدهنوا ألوان معينة في العمارة بتاعتهم، على طول ذاكرتي هتروح لهناك، المكان ده حلو هستمتع. برضو أنا طاقتي مع الإيجابي والسلبي دي هتفرق حسب المود النفسي، يعني اللون الواحد ليه درجات ما بين الفاتح وما بين الغامق. الالوان الفاتحه، الدرجه الفاتحه من اي لون دي بتدي هدوء وراحه نفسيه ومرح. الدرجات الغامقه لا، بتدي نوع من انواع الغموض، الثقه بالنفس، بتديني طاقات ممكن احيانا توصل لدرجه الخوف مع نفس درجه اللون. يعني في الاحمر دايما يقولك ساعات بيوصل للثقه وخوف في نفس الوقت. طبعا انا لو خلينا نتكلم في نقطه عن اللون الاحمر، لو انا داخله في مكان وفي مربع لونه احمر عند اتجاه باب ومربع لونه اخضر نفس المساحه ونفس الشكل، تلقائي طاقتي هتوجهني ادخل الأخضر. في المسار الاخضر. انا حاسس بالنسبه لنا الاحمر ممنوع اصلا، الدخول مقفول او صح، واشاره المرور على طول حمراء، اقف ستوب. بالاضافه ان هو الدرجه بتاعته وكثافته قد ايه، ما انا ممكن استخدم لون بكثافه عاليه جدا في مساحه كبيره جدا، هينقلب الطاقه بتاعته من ان هو بيديني حافز او نشاط او يعني يعلي الضغط شويه ومثير للاعصاب شويه، بدل ما هيدين ده هيسبب لي حاله من التوتر. ده لو هو موجود حواليا. لو طبعاً. انا لابساه بقى البسه برضو بحكمه، مع ان ادخل لون ليه بقى، طاقه اللون الاحمر عاليه. فانا ممكن اكثر ما اروحش لابسه من فوق لتحتي احمر، لا طبعا. ده ليه اللي يحصل؟ اولا ده انا مجرد ما اشوف حد لابس بالمنظر ده انا شخصيا هحس بنوع بالاستفزاز او بالخوف، يعني ان حاجه خطر. بس الشخص اللي لابسه يحس بثقه، يحس بايه؟
لا هو مش هيحس بثقه، هو هيحس بطاقه، ولو لبس ده في الصيف هيحس بحر. ماشي في الشتاء ايوه لا بس لازم نكسره يعني. بعد ده ممكن البس حاجه لونها احمر معاها جزء فيه ابيض مثلا درجه لون تانية، فساعتها طاقه اللون ده بتكسر حديه اللون ده شويه، فيبقى في انا خدت زي ما بنقول طبق السلطه. لما بنحط اللون الاحمر في الطماطم بحط جنبيه اخضر جنبيه الوان تانية، فيبقى الجسم استفاد من الطاقات وتنوعها، والطبق نفسه اللي محطوط فيه ده لون. لكن ما اقدرش اجي احط طماطم بس في طبق لونه احمر في مفرش لونه احمر لا طبعا يعني مزعج. طبعا. لكن هو فاتح للشهيه الاحمر مثلا، نلاقي مطاعم البيتزا والحاجات دي كلها بيحطوا مفارش صح. ابيض في احمر عاده الكارو في اللوجو بتاعهم معظم الاكل، فعلا تلاقي اللون الاحمر موجود. اللون الاحمر شركات اللي هي بتنتج، احنا طبعا عندنا في الانتاج انا فنون تطبيقيه بنعني بالمنتج والوظيفه والشكل واللون. فلما انا اجي عايز اادي وظيفه مثلا، انا هعمل منتج معني بالطاقه زي القهوه والمنتجاتها بجماعها الشاي، فدايما تلاقي حضرتك عاملين لون احمر واصفر الوان طاقه، ده هيديني طاقه الصبح لما اشرب مج لونه احمر مثلا بيدينا من الطاقه. بس الالوان دي ما يستحسنش انها تكون في الصيف لانها مثيره للاعصاب، فارتبطت الطاقه هنا كمان بالزمن والوقت ودرجه الحراره، يعني اللون بيعلي درجة حرارة الجسم كمان. طب هل ممكن يكون في لون مثلا في ثقافة يكون سلبي وفي ثقافة تانية بيديني طاقة إيجابية ولا؟ طبعا عندنا يعني مثلا اللون الأبيض عندنا مثلا كان معروف باللي هو الفرحة عندنا هنا في مصر، بعض الدول العربية مثلا بيلبسوه في العزاء. فعندهم ده مؤشر لو بس يمكن اللون الابيض كل العرايس يعني في الفرح ده اساسي، ده لون فستان الفرح. هم ابتدوا يعملوا حاجه في الافراح ان هم ابتدوا يحطوا الوان في الورد، يعني انا كنت دايما اعيب على حاجه لسه كنت بتكلم بره فيها، فكره زمان في الجيل بتاعي طبعا من زمان شويه كان نخش نلاقي الفرح الكرسي لونه احمر والورد لونه احمر، حاجه مثيره للاعصاب. لكن دلوقتي ابتدى مثلا انا هحط الكوشه ليها لون، الخلفيه بقت لون تاني، الورد الموجود لون، بحيث ان انا هقدر اعمل اتزان للالوان. بالاضافه اللون هنا بيرتبط مع الموسيقى مع ريحه مع حاجات كتيره مختلفه، يعني انا ممكن احط لون هادي واعلي معاه شويه موسيقى هيحصل اتزان، ممكن احط لون طاقته عاليه لو الموسيقى بتاعته عاليه وشعبي هطلع عندي صداع رهيب وهطلع تعبانة ومتضايقة ومختوقة كمان. ده كثافة اللون لازم تكون معتدلة زي ما أقول حضرتك في نفس اللي احنا بنلبسه في العمارة في الأكل في كل حاجة، بس تعمل البالانس ده. لازم ان انا اقدر ما احطش لون واحد هو اللي طاغي، بعد فترة لو تعرضت له فترة خلاص انا خدت طاقته وفقدت طاقات تانية اللي هي في الألوان التانية. الديكور بقى يعني حاجة احنا يمكن عايشين فيها بقى بيتنا بالذات، يعني حاجة بشوفها دايما، المفروض بقى خلي الألوان اللي حواليا مايلة للألوان ايه؟ انا اقول لحضرتك بقى حاجة، احنا دلوقتي البيت يعني انا يمكن رحت متحف المجوهرات الملكية في اسكندرية، كان عندهم حاجة لطيفة قوي ان هما بيحطوا في الديكور الأرضية بتديك احساس الملوكية اللي هو الخشب والبني والحاجات دي كلها، والأسقف مرسومة وفي اللون الملكي اللي هو النبيتي الغامق، فكان عندهم السفرة حاطين فيها اللي هي الفواكه بألوانها بحاجات كده، في حاجات معينة بتديني فتحة للشهية. فأنا لما أجي أحط في المطبخ ممكن أحط ألوان زاهية، أحط حاجات فتحة للشهية زي أورانج أصفر بس طبعا بنسبة، يعني زي ما قلنا كتر الألوان بتدي الدفء ده الإحساس الورمز. بالظبط. هاجي أشتغل عندي أوضة في المكتب أو مذاكرة أدخل فيها عنصر اللون الأصفر، بقول عنصر بمعنى مش كل حاجة حواليها تبقى لونها أصفر، حاجة في الديكور فازة مثلا حاجة ممكن بسيطة ممكن خداديات مثلا مش عارفة سجادة بسيطة ممكن حتة صفرة ممكن حتة لا ممكن لو حتة واحدة أو جزء منها في أصفر أو ستارة مثلا أصفر في داخل فيها لون تاني دي بتدي أنرجي بتحسسك أن أنت عندك أنرجي بتديني طاقة طبعا هي والأورانج والألوان اللي هي ألوان الطاقة. في اوضه النوم يستحسن الالوان اللي هي الهاديه قدر الامكان، لان انا داخل مش محتاج طاقه بالعكس انا عايز ايه ابتدي اعمل استرخاء لاعصابي، فابتدي اتحول لناحيه طاقه هاديه. في نقطه كمان احنا بنلاقي الاوتيلات دايما في فكره المفروشات والحاجات دي كلها بيروحوا مستخدمين اللون الابيض ده بيديني طاقه في ايه بقى احساس طاقه الامان. ايوه ليه الابيض ده
قدامي معناه ان ده هم منظفينه صح، حاجه نظيفه هستعملها بامان. فلازم بيحطوا الفنادق بيحطوا الابيض، بالاضافه طبعا في حاجه وظيفيه في استخدام اللون الابيض في الفنادق سواء في التيبل وير او المفروشات عامه. لكن هنيجي نلاقيهم بيعوضوا ده بحاجه تانية، يحطوا لوحات في كل اوضه في الممرات الكلام ده كله، بحيث ان هو يديني تبقى غامقه شويه. لا ممكن الوان مرحه بقى، طالما احنا في فنادق احنا محتاجين نستمتع. طب ايه الالوان اللي تديني طاقه سلبيه؟ معظم الالوان الغامقه بتحسسني اولا بالرسميه. يعني لسه بتكلم، انا لو دخلت عند مسؤول في مكتب، المكتب غامق وهو لابس غامق وكل حاجه حواليه غامقه، انا هبقى عندي رهبه. فده هيديني طاقه سلبيه اني اتكلم، هتكلم بحذر، هتكلم بخوف. في حين ان نفس المسؤول ده لو قعد في مكتب الوانه فاتحه شويه، ارضياته فاتحه، الخشب فاتح، لابس فاتح شويه، هحس بامان اكتر، هتكلم بطريقه اسهل. زي ما بقول حاجة، اما دخلت هنا عندكم انا حاسه كلمي براحتك، حاسه ان انا اصغر شويه. في احنا في صيف، يعني صيف شتاء، احنا في صيف، في بهجه كده. لا وديتوني طاقه، احنا اصحاب وهتتكلم براحه، غير لو انا دخلت على استوديو زي مثلا استوديوهات الاخبار، هيك مش هتلاقيها واخده الالوان دي ابدا. اكيد ليه؟ الاخبار دايما تلاقي معظمها ازرق علشان يديك مصداقيه الخبر. وفي احمر برضو، الاحمر برضو عشان يديك سرعه الخبر. ايوه احنا بنعمل الخبر سريع، الاحمر لون طاقه سريع، والازرق لون من الوان الثقه. يعني الالوان الغامقه بتدي ثقه وبتدي قوه. والالوان على فكره مش بس بنشوفها كده واحنا مفتحين وصاحيين، حضرتك بتصحي من النوم تقولي ياه انا كنت شايفه جنينه خضراء وتوصفي فيها وشفت مش عارفه لونه ايه. فالالوان سبحان الله، الواحد يحب يصحى كده على حاجه كده الوان حلوه ومبهجه. احنا واحنا نايمين بنشوف، دي من قدره ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنصحى نتكلم عن الوان. فدي سبحان الله مش مجرد ان العين شايفه، لا ده واحنا نايمين كمان المخ بيترجم حاجات معينه. فقصه الطاقه السلبيه والايجابيه دي مترتبه على انا هلبس الاسود ده، حضرتك بتقولي على السلبي. لو انا طبعا احنا في مرتبط بالكتله كمان، يعني واحده رفيعه جدا مثلا ولون بشرتها سمراء، بلاش تلبس اسود، الاسود هيخليها اقل لان في انحداع بصري مع اللون الاسمر، فانا لما اشوفها احس ان هي مكتئبه، هتصدر لي طاقه اكتئاب. في حين لما يحصل كونتراست مثلا واحده بشرتها فاتحه قوي مليانه مش عارفه الكلام ده كله، لا بالعكس احس ايه ده ايش يكه دي، ممكن لان الكونتراست وطريقه لبسه ومناسبه لبسه. طب يعني انا عايزه اتكلم فعلا في نقطه مهمه جدا، وهي الشركات واستخدامها للالوان اللي في الشركه، ان هي تدي لموظفينها الطاقه. الواحد بيبقى صاحي بدري بقى وشغل كتير، مهم جدا اهتمامهم طبعا بالبيئه اللي حواليهم او الالوان والطاقه بتاعه الموظفين. ايه انسب بقى الوان الشركات تعملها؟ هي الشركات عامة هو دلوقتي ابتدوا يستخدموا، علشان طبعا عنصر النظافة والحاجات دي، بيستخدموا خامات سهلة في التنظيف، فبيستخدموا عامة الرخام وألوانه. لكن يعني يمكن وأنا داخلة فشايفة رخام كتير، بقول هنا ناقص لون أخضر زرع. مجرد ما أنا أضفت في شركة في أي مكان حطيت اللون الأخضر، أنا دخلت طاقة أمان، أنا داخل أشتغل في مكان مريح نفسيا، هبتدي أكسر حتة الملل. لو الشركة جوها أو تهويتها مش عالية، يستحسن أحط ألوان أزرقات مع لون طاقة، حاجة فيها يعني بنسبة بسيطة، مثلا لون أصفر، لون أورانج. على فكرة الناس كان ثقافتها زمان عن الألوان مختلفة، ما كانوش يحسوا إيه ده معقولة اللون الأزرق هيمشي مع اللون الأورانج؟ لا بيمشي. إيه مصدرنا لده؟ الطبيعة. فأنا لما أروح شركة أنا قاعد هشتغل فترة طويلة جدا، مثلا بالخمس ساعات الثمان ساعات أو حسب الشركة ايه هي طبيعتها. القعدة بتاعتي لازم تكون فيها عيني بتتغذى على قدر من الالوان في تحركي على مدار اليوم. هو ده للأسف ما بيحصلش الا في بعض الشركات المهتمية بالجزئية دي، لكن فعليا لو انا حطيت قصاد اللي بيشتغل درجات تريحه نفسيا، تديله احساس بالامان في الشغل والهدوء، هيشتغل في هدوء، يحس انه مش في ضغط. الايه؟ يحس انه مفيش ضغط عليه. طبعا، لكن لما احطلوش لون احمر يحسسه على طول ان هو مضغوط وخلص بسرعه وهو مستفز. لا اديله حته الراحه النفسيه في الشغل مع لون من الوان الطاقه، يتحط في اي عنصر ديكور، يعني ممكن احط اصفر، اورنج، حاجه بسيطه. يمكن كان ليا صديقه عزيزه، يعني كنت بروح معاه في مكان،
كان الاقيها جايبه ورد معاها من الجنينه لون روز. قد ايه اليوم اللي ما بتجيش فيه واشوفها بالورد كان بتبقى عارفه ان فيها حاجه. لا لكن هي مع الورد واللون ده اداني راحه، بالذات ان احنا زي ما بقول حضرتك مش كل الاماكن بتهتم بفكره مزبوط. الديكور والالوان، فحاجات بسيطه حتى لو ثابته مش مكلفه تدي طاقه للي بيشتغل وامان. يعني انا عمران امين عام نقابه الفنانين التشكيليين نورتينا، بشكرك على وجودك معانا النهارده. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. لا اتفقت فكرتنا خالص، حاسه ان احنا عندنا كلام كتير. انا احب قوي اتكلم في الديكور والحاجات دي، فحقيقة استمتعت مع حضرتك. وانا اكتر والله، هو موضوع كبير يتفرد له حلقات ودراسات علميه أكيد. يعني شكرا يعني لحضرتك. هي فعلا التفاصيل البسيطه دي اللي ممكن دايما تجدد من دقتنا كده وتحسن مودنا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا فوق هنا. وصلنا للفقرة المحببة والمقربة لقلبي الحقيقة، وهي فقرة المطبخ. ليه؟ لأن باكل فيها الحقيقة، يعني بعد ما بنخلص بقى بقعد أدوق وبستمتع بقى بكل ضيوفي اللي بيبقوا موجودين منوريني هنا في هو وهن. ودايما حابين إن احنا مش يعني ساعات بنجيب لكم شيف، ساعات بنجيب لكم فود بلوجر. النهاردة هيكون معانا بقى فاشن بلوجر، هي محتواها بتعلم البنات تلبس ايه وتلبس ازاي والموضة والحاجات دي. النهاردة بقى هي هتعلم البنات تاكل ايه، مع مين؟ مع الفاشن بلوجر سلمى سمير. يا سلمى اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. لا علي صوتك كده ويعني لا ماشي نلعلع كده شوي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. زي ما انا قلت بتعلمي البنات تلبس ايه وتعمل ايه والحاجات اللطيفه دي، النهارده هتعلميهم بقى ياكلوا ايه. اوكي تمام. هناكل ايه بقى النهارده؟ النهارده هناكل بقى معانا مكرونه بن وايت صوص. ريد صوص. ريد صوص سوري. اوكي ريد صوص وكفته على الفحم. الله الله. أوكي. طيب ما نقول المقادير بقى عشان استاذ حسام ينزل المقادير اهي على الشاشه، تنزل دلوقتي ونقول بقى معانا ايه. اوكي معانا المكرونه. اوكي اوكي معانا عصير طماطم. اوكي معانا الصلصه. حلو. معانا بقدونس كده عشان نرش عليها رشه بعد ما تزين بقى. حلو. الفنش بتاعها بس. معانا الثوم. معانا بقى التوابل بتاعتنا. ده دي للمكرونه. ده للمكرونه. وزبده طبعا، زبده وزيت ده مفروغ منهم. ده 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 الاكيد. والكفته الفحم، الكفته معانا لحمه مفرومه، ولحمه مفرومه والبصل مفروم، تبيناهم مع التوابل برده بتاعتنا وعملناهم كور وهنحطهم دلوقتي. حلو. يلا بينا نبدا. يلا بينا. يلا بينا. واحنا انا بقى رغايف، هقعد ارغي معاكي كتير بقى. انا ابدا يعني؟ يلا ابداي. لا لا ابداي مالكيش دعوه، انا بقول لك هقعد ارغي معاكي بس ترغي يعني هنرغي واحنا بنطبخ. انا عايزه اقول لك انا في مطبخي بحب ابقى كده، احط التليفون على وداني واقعد ارغي لغايه لما اخلص الاكله. ماشي. انت كده في الماضي انت لسه صغننه. ده التوم. ماشي. يلا لسه يا جماعه ما احنا قلنا لكم احنا بنجيب يعني دايما متعودين معانا بنجيب فود بلوجر شيف. احنا حبينا ان احنا نغير شويه، نجيب فاشن بلوجر، نجيب حتى الدكتور التغذيه بيعملوا الاكل العادي بتاعنا وبطريقه كمان سهله لطيفه. وبعدين احنا بنختبرك، انت مخطوبه هتتجوزي ان شاء الله يعني قريب، فده اختبار ليكي لعريسك على في البرنامج. انت حره. انا طيب. بتحرق. كان نفسي كان بودي اساعدك بس مش. طب طلعيها شويه يعني شيليها شويه. وبعدين خلي بالك انا هديكي بقى خبره، انا يعني انت اصلا من سن ابني خبرتي. انت دايما التوم ما تسيبوش كتير، ودايما حطي زبده على زيت عشان ما يتحرقش، يعني ممكن تزودي حبه زيت. انا مزوده زيت. مزوده زيت. حلو قوي. حته زبده صغيره بالظبط كده، وما تسيبهاش كتير يعني يا دوبك بس تشم النار، وروحي حطي عليها بقى الحاجات اللي انت هتحطيها تاني، مش هتطرطش في وشك كده خالص. اوكي احنا هنحط بقى الصلصه هنا. ايوه نزلي بقى الصلصه بس بتنزلي الصلصه الاول ولا لا الصلصه بحط الصلصه الاول. ماشي. بعد كده بنزل بعصير الطماطم. تاخد بس ايه يعني زي تسبيكه كده صغيره. حلو. انا بقى هديكي خبرتي كأم يعني. أوكي. انا بسبك الصلصه الاول وبعدين اروح حاطه الطماطم. انا كنت بعمل كده بس في الطعم بقى لقيت الدنيا مختلفه بجد يعني. طب انا هجربها بطريقتك. عشان كده بقيت ان انا هجرب يعني بطريقتك. ثانيه هي النار شغاله بس. ايوه كده تمام. والكفته دي انت هتحمريها ولا هتعمليها ايه؟ اوكي ثانيه. طيب واحده. حلو قوي. انت محتاجه اي حاجه؟ أيوة. انا حاسه انت بتمشي في الصح كده في التراك السليم. اوكي حلو. لا انت كده تمام.
بتعرفي تطبخي في البيت؟ بس الصلصه بس انا بحب اعمل الحاجات اللي انا بحبها، الحاجات اللي انا باكلها يعني. يعني المكرونه انا بحبها، الكفته، البانيه، ايوه اي في ناس بتبقى مايله للرز اكتر. أيوة. انا مش بحب الرز اكتر، انا بحب المكرونه اكتر. يعني المكرونه بكل المكرونه بكل انواعها انا بحبها بصراحه. ايوه انا مسميني نرمين مكرونه يعني، عشان بحب المكرونه وايت صوص ريد صوص كده لوحدها، واحط عليها مكعب مرقه فتديني طعم يعني اي نوع من انواع المكرونه. انا هبقى اطبخ لكم في يوم والله، اعمل لكم افكر لكم في اكله كده، بعمل كبسه كمان حلو، ممكن ابقى اعمل لكم اكله كده في مره. ماشي انت تؤمر يا استاذ حسين، الاسبوع الجاي استنوني في المطبخ. يعني نحط عصير الطماطم ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها. اوكي مالكيش دعوه بالاصوات البوتاجاز يعني، هو بيقعد يعمل اصوات مع نفسه فهو تمام، انت شغاله في انا بس مش طايره. طب قربيها عندك شويه جوه كده يعني، دخلي البان نفسها جوه شويه. ايوه تمام. وهنزل بقى بالتوابل، التوابل بتاعتنا يعني هحط كده حاجات بسيطه برضو، ملح بقى والفلفل، وحطوا بقى البهارات بتاعتكم اللي انتوا بتحبوها يعني، جوزة الطيب، الملح والفلفل ده اكيد طبعا، ممكن جنزبيل بس رشه جنزبيل. انا بفتي من عندي يعني، مالكيش دعوه يعني ده يا جماعه ملوش دعوه باللي سلمى بتعمله. يعني انا بقول لكم الحاجات اللي انا بحطها. طيب حلو قوي، قولي لي انت ابتديتي في المحتوى بتاعك ده من امتى؟ لا بقالي فتره كبيره بصراحه يعني سنتين مثلا. طب انت محجبه فكل المحتوى بتاعك عن المحجبات ولا لا كله محجبه وغير محجبه؟ لا انا لسه محجبه جديد اصلا. يعني طيب مبروك، الله يبارك فيكي ميرسي. بس فاحنا دلوقتي بس محتواكي كان قبل كده للغير محجبه؟ لا كنت برده عادي فاشن بلوجر عادي، وبحب الالوان وبحب الديزاين وبحب كل حاجه، بس كنت بشعري بقى عادي. بس فدلوقتي بقى خلاص لبست الطرحه فعادي برده بحب كده اللي لبسك الطرحه. لا لا والله لبستها من قبل ما اعرفه. بحاول اوقع عشان يعني ابوظ الجوازه دي، مش عارفه اعمل ايه يا جماعه. لا لا والله لبستها من بدري، انا على فكره بقالي كده سنه يعني داخله في سنه وسبع شهور. لا يعني بارك ربنا يخليكم لبعض يعني، بقالي شويه برضو. هي ولا على فكره كانت هي ولا ولا. اوكي احنا هنا بس هنحط حته زبده كده وهنشوح بقى الكفته اللحمه بقى. حلو قوي، واعتقد الاكله دي ممكن تنفع على فكره يا جماعه بمكرونه سباكيتي يعني باي نوع مكرونه يعني، مش شرط البنه يعني. انت دي هتعملي فيها الكفته صح كده؟ اوكي. مين علمك الاكل الحاجات البسيطه دي؟ مين علمها لك، مامتك ولا ايه؟ لا انا بحب اقف اخترع. برافو والله. هنشوفك بقى بعد ما تتجوزي تقولي انا لا قادره اخترع ولا قادره اطبخ اصلا اكل عادي، ولا انا كرهتك في الجواز من قبل ما تتجوزي اساسا. لا لا احنا هنا حطينا الزبده، هحط بس بقى الكفته كده. اوكي هنزل بالكفته كده، انا سايبه الصلصه بتتسبك براحتها. تمام. طيب قولي لي بقى، بما انك فاشن بلوجر وكده، اكتر لبس بقى يعني طالع ترند قوي اليومين دول ايه، والالوان وكده؟ بصي هي الالوان اللي شايفاها يعني غير اللي انا بحبه يعني، او غير اللون اللي انا بحبه المفضل مثلا يعني، في الالوان دلوقتي طالعه اللي هي الاورنج مثلا مع الريد يعني الالوانات كلها مطرقعه يعني، حاجه كلها مطرقعه، الليموني مثلا، البيبي بلو، والهوت بينك. الهوت بينك طالع فاشن بطريقه مش طبيعيه يعني، وانا من عشاق اللون ده الصراحه. بس هي الالوان كلها حلوه بصراحه يعني، بس انا في الوان كده معينه في حياتي بحبها يعني. اكيد الابيض والاسود. ابيض واسود طبعا. صح لابسه ايه ابيض واسود يعني، خلاص. والاسود ده يعني مش عارفه من ساعه ما حجبته ولا لابسه انا حاسه ده مش عارفه ليه. الاسود ملك الالوان خلي بالك. هو طبعا بصراحه هو شيك يعني، انا بحب اللون الاسود قوي. بس هي كل الالوان زي ما انت قلتي هي طالعه فعلا، وكمان خليني اقول لكم ان الالوان من السنه اللي فاتت في الوان بقى الاورنج، الهوت بينك، الاحمر، الحاجات دي اوريدي هي من الشتاء مكمله معانا، الفسفارك الليموني طالع برده كان من الشتاء اللي فات ومكمل. فانا اللي عاجبني ان الصيف والشتاء بقوا تقريبا نفس الالوان، احنا كنا في الشتاء بنتعب على بال ما لان كان هو اسود جراي. لا دلوقتي بقت الالوان كلها عادي، بقت ترند وكلها عادي يعني،
اي لون دلوقتي بقى غريب بقى شايف كده تحس انه لا هو ده اللون ده طالع موضه. بس مش كل حاجه موضه برضو، خلينا نقول ان احنا مش اي حاجه موضه ان احنا بصي حسب اللي يليق علينا بالظبط. اللي يليق علينا اللي يليق علينا هو اللي احنا بنتعامل بيه وبنلبسه وبنحبه وبنعيشه كده. بس بما انك بتدخلي تطبخي يعني زي ما بنقول فرايحي يعني بتدخلي كده حسب مزاجك طبعا، لما تتجوزي شكلها مش طبعا شكلها بالاجبار بتدخلي تطبخي صح بمزاجك، لما تتجوزي هتلاقي بقى وقت ما بين ان انت صانعه محتوى كفاشن بلوجر وان انت تقفي في المطبخ، ولا هتغيري بقى الكارير تقولي لا انا بما اني واقفه بطبخ اعمل بقى فود بلوجر بدل فاشن بلوجر؟ لا بصي هو انا عشان بحب يعني انا مش بعرف اركز في حاجتين. انا خدت بالي على فكره يعني انا مش بعرف اركز في حاجتين انا واخده يعني بالي خدت بالي مش عايزه حاجه يعني مش عايزه خلي بص فضحت نفسها هي فضحت نفسها على فكره يعني انا خدت بالي من لا ان هي مش عارفه تطبخ حلوه. طيب ما هو بقى عشان الحاجه تطلع حلوه يعني انا اصلا يعني عموما انا مش بعرف يعني مش بحب ان انا مثلا في المطبخ اتكلم او حاجه، ممكن اتكلم لا لا ان انا اقول الحاجه اللي قدامي ايه، اسمع ميوزك اقعد ادندن رايحه جايه اكل من الاكل ترغي وكده. لا انا بقى عكسي بقى، انا احب بقى في المطبخ يعني ااجل كل مكالماتي اللي انا عايزه اتكلمها لما ادخل اطبخ عشان يا خرابي بقى. ممكن وانا بلبس ممكن وانا بلبس اقعد يعني بطلع هدوم كده وبشوف انا هلبس ايه وايه اللون اللي لايق على اللون وكده، ده اللي ممكن مثلا اكلم حد بتاع يعني كده. لا لا لكن وانا بطبخ لا يعني بكره تندم يا جميل وتعرف ان الاوقات دي هي عشان انا بدخل المطبخ يعني برضو بعمل حاجات يعني تعملي حاجات انت بتعملي كفته وفانيه ما بس بقى يا سلمى ما تخليش الكلب. طيب طب احنا الصلصه دي اخبارها ايه؟ هي خلاص خلي بالك احنا لازم معانا شويه وهننزل لانه الوقت خلاص ماشي تلات دقايق. هو خلاص على فكره خلاص هو فاضل او يعني قرب. حلو كمان ان الكفته دي ما بتاخدش وقت. بصوا انا بعملها لا. انا بعمل الاكله دي بس بعملها ازاي بقى؟ انت عارفيني طبعا انا ضد الدايت ضد الرشاقه يعني ما بيفرقش معايا الكلام ده. مش عشان انا رفيع لا عشان انا بحب الاكل اللي هو يبقى مخدوم صح. انا الكفته مش بعملها بصراحه كده، بعملها ازاي؟ اكني بحمر بطاطس زيت غزير وبحمر فيها الكفته. انا بعملها كده. انتوا اللي عايز ياكل اكل صحي وهيلثي ولطيف يعملوا زي ما سلمى كده عاملاه، ملوش دعوه بيا خالص. بس انا بنجز علشان الزيت بتتقلي بقى بسرعه. بس والله بصي جميله، هي جميل يعني لطيف. خلاص هي معانا الصلصه اهي ابتدت. هتحطي بقى عليها المكرونه صح؟ هحط المكرونه دلوقتي. ايوه الله يا استاذ حسين. الكفته دي يا جماعه لو تفتكروا زمان المكرونه الجميله كانت انا امي الله يمسيها بالخير ويديها الصحه والعمر كانت تعمل لنا كفته الرز لو اكيد كلكم عارفينها. تحمرها وهي ما بتلحقش تحطها في الصلصه، البيت كله يكون واكلها في سندوتشات او ناخدها كده ناكلها لوحدها. فالكفته دي استاذ حسين بيقول احنا هو بيحبها كده في عيش بلدي، ويا سلام بقى لو طحينه وسلطه خضراء. ما اقولكوش بقى ما اقولكوش والله انا جوعت يا سلمى والله. وانا انا جوعت على فكره بجد، انا مش بهرج انا جوعت. خلاص احنا خلصنا على فكره. طب يلا والله يعني يلا سلمى خلاص. المكرونه بصراحه يعني الريتوس بتاعها مغري جدا. وبعدين خلي بالك انا بحب الصوص اللي هو كده اللي هو الاحمر الكتير، يعني الصوص يبقى صوص يعني. ايوه لكن هي المكرونه لو ما فيهاش صوص ما تتاكلش بصراحه. انت كده بتفهمتي 100 100. يعني اصبر بس شويه عليا كمان والله بس هخرب لك الدنيا. لا انا متاكده. انت هتتجوزي كمان ايه مثلا سنه ولا حاجه؟ لا يعني كمان شهر اصلا. مالك يا حبيبتي ليه مستعجله؟ ما انا مخطوبه بقالي سنه مش مستعجله والله خالص بالعكس يعني. طيب أنا يعني احنا كمان انا مش عايز اسيب بابا والله ولا اسيب اكله. الله باباكي بيعرف يطبخ؟ بابا شيف بصراحه يعني غير ماما. طب يعني انت ماما هتزعل منك جدا ومش هتكمل لك جهازك جدا 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 مش هتكمل لك جهازك. انت حره بصراحه. بس بابا اكله احلى بكتير يعني انا بصراحه. بس طب والله تحيه لباباكي يعني مهما بعمل اي حاجه لا ما اجيش جنبه اي حاجه. بيعملها ايه؟ لا كله ما فيش حاجه بصراحه ما يعني بيعملهاش. بيدخل ويقف في المطبخ ويعمل اكل ويقشر بصل كل حاجه يعني. بحب منه جدا صينيه البطاطس باللحمه، بحب منه البطه وهي محشيه كده وجميله. لا بابا يجي لنا بحب منه المحشي بانواعه بحب منه كل حاجه بصراحه. بابا يجي لنا هنا في يوم ويعلمنا الحاجات الحلوه دي كلها. ماشي تعالى بابا. تعالى يا بابا فاحنا مستنيين. طب احنا هتيجي نغرف بقى. خلاص اوكي انا بس سيبي الكفته شويه. في تركية بقى. بص تركية بس ايه يعني واحده اهي دي التركيه اهي اهي يا استاذ حسين بعد اذنك. ما دي بس كده خلاص. عايزه تعملي ايه بقى؟ هتحطي الفحمه. عايزه حاجه بس اغطي.
غطا لا ما مش مهم خلاص اوكي مش لازم مش مشكله. بتولع فحمية علشان تديها ريحه الكفته المشويه. طبعا هي بتعملها كده ومفروض نروح مغطينها بس يعني مفيش بقى غطا مش مشكله حاجه اغطي بيها. اوكي مش مهم. انا بعملها برضو كده بحط بجيب بفايل واحط جواه سمنه او زبده واروح حط حته الفحمه المتولعه دي واروح قافلها بغطا او اقفلها بالفايل كمان علشان تسيبها بقى عشان تدي ريحه بس في كله بس. لا هي الريحه طلعت من غير حاجه اصلا مش قادره اقول لك اكلوني بقى عشان تعبت بقى. صح يا استاذ حسام. استاذ حسام بيقول لك الفحم بقى البلدي اللي هو الفحم بتاعنا اللي هو بندشه أيوة ده كده دي فعلا بتدي ريحه احلى من الفحم ده اللي هو احسن بكتير. ده ليه استخدامات اخرى يعني. اوكي انا موافقه يا استاذ حسام. مش هقول لكم هو بيقول لي ايه عشان هتبقى مفاجاه. انا موافقه. اوكي احنا دلوقتي نغرف. يلا نغرف لان احنا خلاص الوقت تقريبا خلص وانا عماله ارغي يعني. انا لو سبتيني في الرغي هفتح مش هقفل الطبق هناك اهو ده. اغرفي بقى وسيبي وحطيه هناك علشان اوكي يعني فاهمه عشان بس الشكل العام هنا بقى في الكركبه بتاعه المطبخ أوكي. والحاجات دي. يا سلام بصوا بصوا الصوص وهو وهي بتغرف المكرونه الصوص عامل ازاي. برافو برافو والله يا سلمى انا بشجعك. تقيله على ايدي. تقيله على ايه؟ ما هتتجوزي ازاي يا حبيبتي؟ هتنضفي وتطبخي وتكنسي وازاي يا حبيبتي كل الكلام ده؟ خلاص يعني فكري عشان ايه؟ فكري عايزين بس حلو قوي كده. حطي بقى حطي البتاع عليها الكفته. انت إيه؟ هتحطي الكفته عليها صح؟ دي بس رشه بقدونس كده برضو. بصوا العين بتاكل. بما احنا النهارده اتكلمنا عن طاقه الالوان بصوا الالوان عامله ازاي؟ احمر واخضر وحاجات في منتهى الجمال بجد. وفعلا هي العين دايما بتاكل الاول يعني لو الاكل قبل ما حلو. اعمل الاكل او حاجه بحب ازينه بصراحه. برافو. بحب المنظر. انت برجك ايه يا سلمى؟ انا برج العذراء. مش فاكره اصلا هي برج ايه. انا العذراء. لا ريحه بصوا ريحه بجد الفحمه لا بتفرق. الفحمه ريحتها فعلا بتفرق. لا سلم ايديك كمان لو كان في حاجه تغطي كانت هتدي ريحه بجد احلى من كده وهتبقى جميله عن كده. طيب انا سيبيني ارغي انا مع المشاهدين بتوعي شويه على بال ما انت تغرفي ونسلم عليكي ونرجع كده ايه نختم معاكي. يعني بجد انا النهارده الحلقه النهارده كانت حلوه كلها طاقه كلها حيويه. اتكلمنا عن الطاقه وطاقه المكان وبجد دكتور سهى الحقيقه ادتنا كده نصايح واحنا بنوعدكم ان احنا تنورنا وتشرفنا تاني في هو وهن لان بجد هي قالت حبه تريكات كده ممكن كلنا ما نبقاش واخدين بالنا منها بس صدقوني صدقوني الحاجات دي بتفرق. فنوعدكم ان شاء الله ان دكتور سهى تنورنا في حلقه من حلقات هو وهن مره تانية. يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبت حضراتكم. اسلم على سلمى وبسلم عليكم ونشوفكم في حلقه جديده من حلقات هو وهن. سلمى نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا. بشكرك. باي باي. باي باي.